الثالثة في القاهرة، جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. تحتفل الطائف المسيحية الشرقية اليوم بما يعرف بسبت النور أو السبت المقدس، وهو اليوم الذي يأتي قبل أحد القيامة أو عيد الفصح. هذا ترأس بابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك كرازة المرقسية مساء اليوم صلوات قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وقد وجه البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك كرازة المرقسية رسالة التهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد، معتبرا أنه قمة أعياد الأقباط. أهنئكم أيها الأحباء بعيد القيامة المجيد. عيد القيامة هو قمة أعيادنا وفرح أفراحنا. أهنئكم جميعا في كل مكان. أهنئ الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والأباء الكهنة القمامسة والقصوص والأباء الرهبان والشمامسة وكل الأراخنة وأعضاء مجالس الكنائس في الإبرشيات المتعددة، وأيضا كل الشعب الشباب والخدام والخادمات وكل الأسر وكل الصغار وكل الأطفال. أهنئكم بعيد القيامة المجيد. وقد أشاد البابا تودروس الثاني في رسالته بسعينا لأحياء الأمل ما بين الناس. يمكنك أن تزرع الأمل بالكلمة المشجعة، بتقديم أمال وفتح باب الرجاء، بصنع السلام. أنت عندما تسامح الآخرين أنت تزرع الأمل. أنت عندما تستقبل كل أحد بابتسامتك أنت تزرع الأمل. أنت عندما تتصرف في سلوكياتك اليومية بإيجابية أنت تزرع الأمل. هذا وقد توجه الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالتهنئة إلى البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك كرازة المرقسية والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد. أكد الشيخ الأزهر اعتزازه بعلاقة الأخوة والتلاحم التي تجمع ما بين المصريين مسلمين ومسيحيين، معتبرا أن هذه العلاقة نموذج عالمي للتعايش والتسامح، كما أنها مثال حي على المواطنة المشتركة التي تساوي بين كل المواطنين وتوحد فيما بينهم. وقد أرسل رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك كرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد. أكد عبد العال أن الشعب المصري سيظل دوما شعبا واحدا متماسكا، وأن مصر ستكون منبرا لتعليم المحبة والسلام والأمان بالمنطقة والعالم أجمع. وقد احتشد المئات بداخل أروقة كنيسة القيامة في القدس لاستقبال عيد القيامة المجيد. وقد بدأت مدينة القدس الاستعدادات للاحتفال بعيد القيامة المجيد، حيث زينت الكنائس والشوارع بصور السيد المسيح لاستقبال العيد. بهذه المناسبة سيتم العمل على احتفالات كبيرة مركزها مدينة القدس، حيث سينبثق النور من كنيسة القيامة، كما سيتم استقبال ذلك وسط احتفالات كبيرة في المدن الثلاث بيت لحم بيت جالة وبيت صحور. أكد مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل شعث في مداخلة هاتفية مع أونلايف رفض بلاده لأن تكون الولايات المتحدة جزءا من أي مفاوضات سلام قد تعقد ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا أن واشنطن هي من تجهد دائما محاولات إصدار قرارات من مجلس الأمن تدين الانتهاكات الإسرائيلية. أولا، هذا الرجل الذي يحكم أمريكا مرفوض كاملا، هو ليس وسيطا ولا أمينا ولا نزيها، ولا علاقة له لا بالأمانة ولا بالنزاهة ولا بالوساطة، وقد قلنا ذلك له وللعالم ولأشقائنا العرب، لن نتعامل مع هذا الإنسان. نحن ليس معنى ذلك أننا لا نريد عملية سلام، لكننا لا نريدها تحت إمرته وتحت سيطرته وتحت ألعابه البهلوانية.
نحن ذهبنا إلى كل دول العالم، نحن مستعدون لعملية سلام تنطلق من الأمم المتحدة، تشمل أشقاءنا العرب، تشمل روسيا، تشمل الصين، تشمل دول أوروبا، تشمل الهند، البرازيل، جنوب أفريقيا، كوريا، كل هذه الدول زرناها وكلها تقول نحن على استعداد للمشاركة معكم في أي عملية سلام متعددة الأطراف. أما عملية سلام تحكمها الولايات المتحدة ويقودها دونالد ترامب فهي مرفوضة بالأساس، لا نريد أن ننتظر لنرى ما الذي سيأتي به، بدليل أن الذي يعرقل قرارات مجلس الأمن هي الولايات المتحدة وحدها التي تملك حق الفيتو وتستخدمه في إحباط أي محاولة للوصول إلى قرار من مجلس الأمن. هذا وقد أشاد الشعث بدور مصر في تحقيق الوحدة الفلسطينية التي ظهرت خلال الأحداث الأخيرة في غزة. يوم الجمعة بالأمس والجمعة اللي قبله كانت الوحدة الوطنية الشعبية على أرض المعركة في غزة كاملة. كان هناك فتح وكان هناك حماس وكانت هناك الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي وكل الفصائل بقياداتها المحلية، جميعها كانت في الساحة. النضال يجمعنا ويوحدنا، ولكن ترتيب ذلك وتحويله إلى عودة دولة واحدة وإطار واحد ما زال يحتاج إلى إنجاز. والحقيقة تلعب مصر دورا هاما في تحقيقه، وكلنا ثقة أنه ستستمر مصر في ذلك، وكلنا ثقة أنه إحنا سنعود وحدة واحدة. تصاب الأمة بانتكاسات ثم تعود إليها، وبالأخص عندما تقودها مصر تعود مرة أخرى إلى قوتها، تعود مرة أخرى إلى عافيتها. هذا وقد شيع مئات الفلسطينيين جثمان صحفي فلسطيني استشهد أمس متأثرا بجروح قد أصيب بها خلال مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة. وقد اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد الصحفي بمثابة إصرار من الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب الجرائم المتعمدة بحق الصحفيين، داعية جموع الفلسطينيين إلى المشاركة في وقفة الإجلال والوفاء للشهيد بميدان المنارة بوسط رام الله. كنا متواجدين، أنا كنت جنبه في الحدث، فالاستهداف كان واضح جدا جدا للصحفيين، يعني حتى لدرجة أنه استهدفوا بعدنا اثنين، والاستهداف كان بشكل مباشر عن طريق القنص او عن طريق قنابل الغاز. يعني احنا فكرنا اصابه بده يستمر هيك يعني فتره، والله سبحانه وتعالى يشفيه ويطلع زي باقي المصابين. ما توقعتش يعني الشهاده له. هذا وقد عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا إصدار بيان من مجلس الأمن الدولي بشأن الأحداث في غزة للمرة الثانية خلال أسبوع. وقد اعترضت واشنطن على طلب الكويت بدعوة مجلس الأمن لإصدار بيان يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات الاحتلال الراهنة. هذا وقد أدان السفير منصور العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من أعمال قتل بحق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين، مطالبا بتوفير الحماية الدولية لهم. إننا ندين بأشد العبارات قتل وجرح الفلسطينيين الذين يحتجون على حقوقهم المشروعة من قبل القوات الإسرائيلية. مرة أخرى نكرر دعوة الأمين العام للحاجة إلى تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث، كما نؤكد أهمية توفير الحماية الدولية للفلسطينيين. فاصل قصير بعده نعود كي نستكمل معكم تقديم الأخبار، فانتظرونا. أهلا بكم من جديد، نتحول معكم إلى الملف اليمني. كثفت مقاتلات التحالف العربي مغاراتها الجوية على مواقع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة والساحل الغربي لليمن، واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع أخرى في محافظة عمران الحدودية، حيث أسفر ذلك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين مع تدمير آليات ومعدات عسكرية أخرى. تتزامن الغارات الجوية مع معارك مستمرة في محافظة البيضاء ما بين المتمردين الحوثيين والقوات الشرعية، ما أوقع قتلى وجرحى.
قالت وزارة الدفاع الروسية أن مسلح جيش الإسلام أطاحوا بقادتهم الذين شاركوا في المفاوضات حول خروج التنظيم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية. أضافت الوزارة أن المسلحين انتهكوا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجيش السوري برعاية روسية أواخر الشهر الماضي، لافتة إلى أن المسلحين يمنعون المدنيين من مغادرة المدينة. على الأرض قتل 8 أشخاص في غارات جوية على مدينة دوما بالغوطة الشرقية. هذا وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن 6 مدنيين قتلوا وأصيب العشرات إثر قصف للفصائل المسلحة على العاصمة دمشق ومحيطها، لافتة إلى قيام وحدات من الجيش بتنفيذ ضربات مركزة ضد مواقع المسلحين في مدينة دوما ردا على استهدافهم الأحياء السكنية في دمشق. قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن بلده تجري مشاورات مع الأكراد في سوريا لتسوية القضايا المتعلقة بدعم واشنطن لهم بعد انسحابها من هناك. أكد البيت الأبيض أن المهمة العسكرية الأمريكية في سوريا لن تنتهي إلا بالقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن تلك الخطوة قد شرفت على الانتهاء دون تحديد موعد لانسحاب القوات الأمريكية. وأضاف أن القوات الأمريكية تعمل حاليا على نقل المسؤوليات التي تتولاها للقوات الكردية التي ستواصل الولايات المتحدة تدريبها لضمان عودة التنظيم الإرهابي مجددا. توغلت القوات التركية في إقليم كردستان العراقي مسافة 20 كيلومترا، وقد شرعت في إنشاء مقار عسكري لها. وقد قالت مصادر محلية كردية إن القوات التركية استهدفت في الساعات الماضية 8 مرتفعات جبلية بالعاصمة أربيل، وتمت السيطرة على التلال عبر عملية إنزال جوي. وقد رافق قصف عنيف استهدف مواقع وتحصينات لحزب العمال الكردستاني. أضافت المصادر أن تركيا تواصل تشييد قواعد عسكرية لها في جبال بلكايا قرب الحدود المشتركة، حيث تعمل حاليا على بناء 3 قواعد دائمة. ومعنا هاتفيا من بغداد الدكتور فاضل البدراني الإعلامي والمحلل السياسي. دكتور فاضل أهلا بك هنا. التوغل التركي المستمر في أراضي كردستان العراق كيف يبدو الآن في هذه الصورة بالرغم من تحذيرات متكررة من الانتهاكات بحق مدنيين وبحق عائلات أيضا نزحت وغادرت المنطقة نتيجة لهذا التوغل التركي المستمر؟ يعني من الواضح انه الحكومه التركيه نفذت وعدها الذي اطلقه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في 10 مارس الماضي، بهدد باجتياح المناطق الشماليه من الجبليه من شمال العراق وخاصه المناطق المطله على الحدود التركيه في اربيل لمتابعه متمردي حزب العمال الكردستاني. على ما يبدو اليوم دخلت القوات التركية فعلا يعني حسب المعلومات المؤكدة 20 كيلومتر في عمق الأراضي العراقية من جهة محافظة أربيل أقصى شمال العراق وهي عاصمة أقليم كردستان. حتى الآن وطبعا التدخل في العمق يعني التدخل في العمق داخل الحدود العراقية دكتور فاضل هذا يدعو إلى مزيد من الريبة حول نية تركيا التي تتحدث حول أنها كما تقول تحاول أن تقاتل عناصر بي كي كي أو عناصر حزب العمال الكردستاني، ولكنها تتدخل في دولة ذات سيادة. يعني خلينا نفكك هذه الجزئية. على ما يبدو أن هنالك تعاون أو تهاون من قبل الحكومة العراقية في هذا الموضوع يعني مع الحكومة التركية، قد يكون يعني أنا أعتقد أن هنالك تنسيق، لأنه القضية أولا الحكومة التركية في نظر الحكومة العراقية لها موقف إيجابي في موضوع استفتاء استقلال أقليم كردستان وإجهاض هذا المشروع التركي الذي الكردي الذي دعا له رئيس أقليم كردستان السابق مسعود برزاني. واضح أنه التوغل هو بالفعل يعني عملية
عملية الإزعاج وعملية المواقف المتشنجة التي سببها حزب العمال الكردستاني ما بين الحكومة العراقية والأقليم وكذلك الحكومة التركية. من الواضح أنه بدأت الأطراف حتى حكومة الأقليم واضح أنها لم تستهجن الموقف بشكل كبير، وسوى أن هنالك لاحظنا أنه نقل الخبر بطريقة اعتيادية من المواقع الإخبارية الرسمية للأقليم، وبينما بغداد هي لم تستنكر. يبدو أن هنالك تنسيق يعني في هذا الإطار، وأنا أعتقد أنه ما بين الدول لا يمكن أن تمارس دورك في حدود دولة مجاورة ما لم تكن قد قدمت موقفا إيجابيا، يعني كما يقال يعني في المثل الشعبي وحدة بوحدة. واضح أنه هي عملية لتتبع متمردي حزب العمال الكردستاني وهي معارضة لتركيا. والأمر الآخر أنه بالفعل يعني هذا سبب إشكال، لأنه بحدود 100 عائلة نزحت من هذه المناطق، وبحدود 3 أشخاص يعني جرحوا بسبب هذا القصف، لأنه عملية التوغل جرت بطريقة الإنزال الجوي، وكذلك رافق ذلك عمليات قصف عنيف يعني قصف جوي ودخول بري في نفس الوقت، بما يدل على هذه العمليه عمليه كبيره. هي عمليه كبيره و20 كيلومتر بالتاكيد، يعني هذا مس بسياده العراق، ولكن عندما تكون العمليه ان هنالك اطراف يعني في نظر الحكومه العراقيه تزعجهم، هناك لا ننسى علينا أن نربط الأحداث مع بعضها في ساحات جغرافية أخرى، مدينة سنجار اليوم البككة واليككة وأطراف أخرى تسيطر عليها. لكن هنا سيد فاضل يعني السؤال الأخير قبل أن أتركك هنا، الجيش التركي حقيقة يعني بدأ في نفس الوقت مع هذا القصف الجوي والدخول البري كما قلنا، يعني هو يحاول أن ينشئ قواعد عسكرية، يعني تقول تقارير أنها 3 قواعد، في نفس الوقت أيضا يعني يحاول أيضا ينشئ قاعدة عسكرية أخرى على جبل بركاية يعني قرب الحدود التركية العراقية، وكيف أن ذلك يمكن أن يمثل خطرا في المستقبل على الدولة العراقية، حتى لو قلنا أن هناك تنسيق فيما بينهما على الدخول لمواجهة حزب العمال الكردستاني؟ يعني الحكومة العراقية لم تنظر إلى هذه العملية لأنها اليوم يعني مثقلة بالكثير من المشاكل وأمامها الكثير من التحديات في إطار ملفات أمنية داخلية وكذلك حدودية مشتركة. هنالك لدينا مشاكل، لدى العراق مشاكل كما ذكرتها مع تركيا في شمال العراق، وهنالك مشاكل مع على الحدود العراقية السورية، وبعض الشيء يعني من وقت لآخر يعني عصابات داعش أيضا تحاول أن تقترب من الحدود العراقية الأردنية في منطقة الرطبة وكذلك على الحدود السورية والسعودية العفو، وهذه طبعا تستمر فضلا عن الملفات الداخلية. بالنسبة لموضوع الحكومة العراقية وموقفها من هذا التدخل التركي، أنا باعتقادي أنها تعتبره تدخلا وقتيا، وتعتبره هو مشروع في إطار يعني متابعة تحركات المعارضة التركية المتمثلة بحزب العمال الكردستاني. وعندما تكون العملية بحالة بتعاون ما بين يعني قنوات دبلوماسية أو أمنية مشتركة، احنا لاحظنا يعني من وقت لآخر تكون هنالك زيارات رئيس أركان الجيش العراقي، اعتقد زار تركيا، وهنالك زيارات متبادلة لوفود تركيا زارت بغداد أيضا. نعم. واضح أنه هذه رسالة من بغداد حاولت أن تخفف من مخاوف تركيا. نعم، واضح ما تقوله. إذن الدكتور فاضل البدراني الإعلامي والمحلل السياسي كنت معي هاتفيا من بغداد، أشكرك شكرا جزيلا. إلى سوريا المجاورة للعراق، نتابع مشاهدينا هذه اللقطات الحية مباشرة لقصف الجيش السوري لمعاقل وأوكار مسلحي جيش الإسلام في منطقة دوما ردا على استهداف المسلحين للعاصمة السورية دمشق.
ومعنا هاتفيا حول هذه الموضوعات أو هذا المباشر الذي يأتينا من منطقة دوما، حيث يقوم الجيش السوري بمحاولة إخراج المسلحين من هذه المنطقة بعد تحرير الغوطة الشرقية. معنا من دمشق الدكتور محمد عيسى، الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور محمد، أهلا بك. وهنا الجيش السوري يقذف مباشرة الآن كما عرضنا منذ قليل مشاهد حية من دوما، منطقة دوما، لمحاولة إخراج المسلحين وفي نفس الوقت الرد عليهم لأنهم قاموا بقصف مناطق قريبة من دمشق. كيف ترى الرد السوري المباشر ضد هؤلاء المسلحين في دوما؟ يعني قرار الحسم أصبح قرارا نهائيا لا عودة فيه. لا يزيد عن انطلاقه للاتفاق بعد أن قتلوا حتى الذين تفاوضوا من قادة الجيش الكيان، وتم قتلهم أيضا وقتلهم في حل من هذا الاتفاق. وأظن أنهم لا يريدون حتى لا يتراجعوا عن المخطوفين الذين يبلغ عددهم حوالي 7000 مخطوف تم خطفهم من شوارع دمشق. كيف يمكن السكوت على مثل هذا الأمر؟ هم يريدون البقاء لأن الوقت السعودية هذا يعطي أمر المشغل السعودي البقاء وقتال حتى الموت، رغم أنه لا فرصة لهم ولا يلاحق بالمليار في كتب أي تقدم ممكن أو إفراز أي ورقة يمكن التفاوض عليها. نعم، هنا دكتور محمد يعني يذكر أن يعني مسلحي جيش الإسلام أطاحوا بقادتهم، وهؤلاء القادة هم الذين شاركوا في المفاوضات حول خروج التنظيم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية. هل أطاحوا بهؤلاء القادة نتيجة لأنهم يرفضون الخروج بسلام من الغوطة الشرقية أو من مدينة دوما أم ماذا؟ إذا كنت صريحين يعني لم تكن من قادة جيش الإسلام الذين تم الإطاحة بهم، فقط المجموعة التي قاومت هي التي تم الإطاحة بها، هذا من جانب. الجانب الآخر متى كان يستشار الحمار فيما يمكن عليه على ظهره؟ هؤلاء ليس لا رأي لهم، الأمر المشغل السعودي طلب منهم القتال حتى الموت، ربما لأن خروجهم من مدينة دوما وهم بتعداد حوالي 15 إلى 20 ألف يصبحون في جرام على الحدود مباشرة عشرات الأمتار عن الحدود التركية، بالتالي يعني هذا خروج السعودية كلها من الملك السوري. لذلك طلب مشغلهم أن يفعلوا أهم شيء وحتى لو كان الثمر هو الانتحار. من الناحية العسكرية لا يمكن الحديث عن أي مكسب يمكن تحقيقه سوى مزيدا من الدمار، لا أكثر من ذلك ولا أقل. ولا يمكن القيادة العسكرية السورية ولا السياسية أيضا أن تساوم على موضوع بقاء هؤلاء المسلحين في جزء من منطقة دمشق. طب هنا دكتور محمد عيسى، للأسف هنا المسلحون الذين يتواجدون في دوما يمنعون المدنيين من الخروج بسلام، كيف ترى أنه ذلك خطر؟ لأنهم قد يستخدمون هؤلاء المدنيين العزل كدروع بشرية، وبالتالي لا يمكن للقوات الحكومية السورية أو الجيش السوري أن يهاجمهم نتيجة لهؤلاء المدنيين. كيف يمكن هنا حل هذه المعضلة؟ هم لا يستطيعون بالضبط كل هؤلاء الناس، يعني وراء كل شخص يمكن ان يلجوا الى قريه في منزله، وهذه الاخي موجوده بكثره، وكل منها يعني قد فتح يعني لنفسه نفقا يختبئ فيه، لكن بالمحصله هؤلاء لا يمكن اعتبارهم كما سبق يعني قالت سوريا ولسبع سنوات ان لا توجد معارضه بمعنى المعارضه في سوريا، بل يوجد جيش من الارهابيين. كيف من الارهابيين دخل من نوع الدولة؟ كيف يمكن التفاوض معه؟ هل يمكن مثلا أن يدخل في مصر التفاوض مع مجموعات ارهابية قدمت من عموم افريقيا او من عموم اسيا ثم يتم التفاوض معها على شكل نظام الحكم في مصر؟ هذا الكلام غير يعني غير مقبول على الاطلاق، نحن لا يحمسون حتى برنامج الديمقراطية، برنامج تقنية تدمير ولا شيء اخر. هؤلاء يستعملون 7000 مواطن تم خطفهم من مدينه دمشق، اطباء ومهندسين ومواطنين من وعمال نظافه واي شيء يستعملون ويباعون في الاسواق، هناك سوق مخازن، اذا لم يقبلها العقل البشري في هذه الظروف ثم يقال بعد ذلك انها معارضه وانها وطنيه وانها غير معتدله وتسميه هذا المصطلح الذي تم يحته في العلاقات الدوليه معارضه مسلحه معتدله.
الولايات الأمريكية أن يقتل جزء من نيويورك بمحاربة مسلحة مؤكدة، لكن ما تقصد الجزء الآخر من نيويورك مثلا؟ هل تقبل واشنطن أو لندن أن تدخل قنابل من أحد الأحياء باتجاه وسط لندن؟ هذا الكلام مرفوض يعني، هو يضحك على اللحاف. وهذا يأخذ دكتور محمد، وهذا يأخذ دكتور محمد عندما يتحدث على يعني عندما تحدث حضرتك حول يعني الجانب الأمريكي وكيف أنه في هذه اللحظات يقول أنه لن ينسحب من سوريا إلا بالقضاء كلية على تنظيم داعش الإرهاب، يعني كيف ترى ما يدور في سياق هذه الكلمات أو ما بين تحت السطور؟ والله انا لم اسمع السؤال بشكل واضح. اقول لك يعني بالحديث حول الجانب الامريكي، يعني المهمه العسكريه الامريكيه كما قال البيت الابيض في سوريا لن تنتهي الا بالقضاء على تنظيم داعش، كيف تفهم بين السطور؟ هم يتركون فضائح نحافظ على داعش خلال اسبوع واحد فقط. هل يقبلوا اذا هم كاذبون؟ هم يعني من هي داعش اصلا؟ من اخترع داعش؟ إذا كانت كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية قد اعترفت أنها هي التي أسست داعش وهي التي تدعمها والخليج هو الذي يدعمها، إذا لماذا على من يضحكون مثلا؟ القوات الأمريكية موجودة في سوريا لأهداف أخرى هي تقسيم سوريا، لكن أؤكد لك ونسمع الأمريكيون هذا القول أن الجيش السوري والشعب السوري سيرغمهم بمعروفهم على الخروج أجلاء. هل يخرجوا بكرامتهم افضل ام يخرجوا؟ نعم. واضح ما تقوله، وانا احدثك اعرض ايضا مباشره مشارف دوما حيث الجيش السوري هو يقذف مواقع المسلحين في مدينه دوما بالغوطه الشرقيه لمحاوله اخراجهم كما اخرجهم من الغوطه الشرقيه. اشكرك ايضا من دمشق الدكتور محمد عيسى خبير عسكري واستراتيجي، وهنا القوات التابعه للجيش السوري العربي وهي تقتحم تحصينات مسلح جيش الإسلام في دوما، بمعنى أنها دخلت إلى الداخل منطقة دوما وبالتالي هي تتجه إلى تطويق هؤلاء المسلحين بعد أن كانت توجه لهم الضربات من بعيد. هنا هذه التحصينات التي تبدو مباشرة في مشارف دوما، وكيف أن عناصر من قوات الجيش السوري وهي تواجه هؤلاء المسلحين وتقتحم أوكارهم لمحاولة إخراجهم من دوما، معقل وأوكار مسلحي جيش الإسلام ردا على محاولة استهداف المسلحين للعاصمة دمشق، لأنه كما المعروف أن دوما والغوطة الشرقية تقعان على مشارف العاصمة السورية دمشق، وبالتالي يسبب وجود هؤلاء المسلحين خطورة كبيرة على العاصمة دمشق، لذلك تتجه في هذه اللحظات قوات الجيش السوري لاقتحام أوكار الإرهابيين ومحاصرتهم بعد أن قاموا بقصف العاصمة دمشق، ووحدات من الجيش تقوم أيضا منذ ساعات طويلة بتنفيذ ضربات مركزة ضد مواقع المسلحين في مدينة دوما قبل أن تتجه إلى تطويق الأماكن المختلفة ودخول كما رأينا باقتحام التحصينات التي يختبئ وراءها المسلحون من جيش الإسلام في منطقة دوما.
إذن من عدة محاور قتالية كما نرى مباشرة الجيش السوري هو يقتحم تحصينات جيش الإسلام في منطقة دوما الآن مباشرة بعد أن كان هؤلاء المسلحين قد قاموا بزراعة الغام لإعاقة تقدم قوات الجيش، ولكن قامت وحدات من قسم الهندسة بتفكيك هذه الألغام وتدميرها ومتابعة التقدم كما نرى، حتى وصلوا إلى أماكن تحصينات المسلحين لجيش الإسلام ومحاصرتهم، مسرح الجريمة كما أو مسرح العمليات العسكرية كما يبدو للجيش السوري في دوما، وبالتعاون أيضا فيما يبدو مع الأهالي المتواجدين بداخل مدينة دوما الذين يتواصلون بالتأكيد مع الجيش السوري، وأيضا يقومون بإعطاء معلومات عن إحداثيات وأماكن هؤلاء المسلحين وأيضا أماكن تواجدهم، الأسلحة التي يحملونها ويتمركزون بها والتي كانوا يقومون بقصف مدينة دمشق وأحيائها السكنية بهذه الأسلحة. ولكن كان طبعا منذ بداية هذه المعارك والمشاهد التي ننقلها لكم مباشرة كان مسلح جيش الإسلام يقومون بنقل مقراتهم باتجاهات أخرى تحسبا لمحاصرتهم من قبل قوات الجيش السوري كما نرى. فاصل قصير بعده نعود لكي نستكمل معكم الأخبار، انتظرونا. أهلا بكم من جديد. يعد شارع المتنبي واحدا من أشهر شوارع العراق بالعاصمة بغداد، والذي يمثل متنزها ومتنفسا ثقافيا لكل العراقيين. كاميرا أوليف زارت الشارع بعد دحر العراق لتنظيم داعش الإرهابي. شارع المتنبي، الشارع الأشهر في العراق، الواقع قلب بغداد على الجانب الشرقي لنهر دجلة بمنطقة القشلة. يعود الشارع إلى أواخر العهد العباسي، وحينها عرف باسم درب زاخة، ليشتهر بعدها بازدهار مكتباته واحتضان أعرق المؤسسات الثقافية. أطلق عليه اسمه الحالي المتنبي عام 1932 في عهد الملك فيصل الأول، تيمنا بشاعر الحكمة والشجاعة ابن الكوفة أبي الطيب المتنبي. وفي أوائل التسعينات في ظل الحظر الدولي الذي فرض على العراق، تحول الشارع إلى ملتقى للمثقفين كل جمعة، حيث عرضت فيه آلاف الكتب وانتشرت فيه مكتبات الرصيف. ولا يزال الشارع حتى اليوم يزخر بالباحثين عن متنفس، يستبدلون في مكاتبه ومقاهيه أخبار العنف بأخبار الثقافة والمجتمع. نحن هنا في أقدم مقهى في العراق على الإطلاق، مقهى الشابندر. هذا المقهى أسس في 1917، أي بان الحكم العثماني للعراق، أي حتى قبل الملكية العراقية. هذا المقهى أضيف إلى اسمه مقهى الشهداء لأن صاحب هذا المقهى الشيخ محمد الخشالي توفي أبنائه الخمسة أمام أعينه. مقهى الشابندر أسس 1917، استمرت قبل الحكومة العراقية بزمن المرحوم فيصل الأول، واستمرت إلى حضرتك آلت علي إدارتها 1963، رفعت عنها الدومنة والطاولة والملاهي وأصبحت للثقافة والمثقفين، اسمها مقهى الشابندر، وحقيقتها منتدى أدبي والمتنفس الوحيد في الوقت الحاضر للثقافة والمثقفين. أنا
عند دخولك إلى شارع المتنبي لا أحد يسألك عن هويتك المذهبية، صابئي، سني، مشيحي، أي طائفة. هويتك الثقافية هي اللي تحكس سلوكك الثقافي. المثقف العراقي له دور كبير، ممكن أن ينهض بالواقع العراقي السياسي في المجالات الثقافية والسياسية. تحرير العراق عسكريا من داعش لا يعني انتهاء الحرب، فالمعارك الأمنية لا تزال قائمة، ويبقى معها النزال الفكري الأكثر ضراوة. وهنا تتجه الأنظار صوب شارع شهد كل فترات العراق العصيبة ويمثل رمزية يحتاجها العراق وأيام احتياج. من شارع المتنبي وسط بغداد، عمر نور الدين، أون لايف. نعود مرة أخرى إلى الشأن السوري، حيث وقع انفجار بعبوة ناسفة في مدينة الباب ريف حلب، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا. انفجار عن جامع الكبير. إذن ريف حلب منذ قليل ولقطات حصرية لهذا الانفجار الذي وقع في مدينة الباب ريف حلب منذ قليل بعبوة ناسفة وأسفر عن 13 قتيلا في هذه اللحظات التي نرى فيها هذا الانفجار أو تداعيات هذا الانفجار الذي وقع منذ قليل بريف حلب، ما يدل على أن هناك أيضا استمرار لهذه العمليات الإرهابية التي تتم في بعض المناطق التي حررت وقام الجيش السوري بتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي. لكن تبدو أيضا هذه النيران التي اشتعلت جراء هذه العبوة الناسفة ما يدل على قوة هذه العبوة الناسفة أو حجم التدمير الذي أودى بحياة 13 قتيلا، فيما يبدو أيضا أنه وقع في شارع فيه عدد كبير من المارة أو المواطنين، ما أدى إلى هذا العدد الكبير من القتلى. وهي كندا، حيث لقي 14 شخصا مصرهم واصيب اخرون في حادث تحطم لحافله. وبحسب الشرطه الكنديه فان حافله تقل فريق هوكي للناشئين اصطدمت بمقطوره في مقاطعه ساسكاتشوان بغربي البلاد بساعه متاخره من مساء امس الجمعه، ما اسفر عن وقوع القتلى مع عدد من الجرحى. هذا وقد نعى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اهالي الضحايا الذين فقدوا ذويهم جراء هذا الحادث. دعا زعيم اقليم كاتالونيا كارلوس بوغديمونت الحكومة الاسبانية المركزية في مدريد الى بدء حوار للتوصل الى تسوية سياسية لانهاء الخلاف في الاقليم الانفصالي. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي في برلين بعد رفض القضاة تسليمه الى اسبانيا بتهمة التمرد. يشار الى ان الادعاء العام قد اعلن في ولاية شليزفيغ هولشتاين بشمالي المانيا الافراج الفوري عن زعيم كاتالونيا السابق كارلوس بوغديمون بعد دفعه كفالة قدرها 75,000 يورو. استقبل وزير الخارجية سامح شكري السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ باتريسي اسبينوزا للتباحث بشأن تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ. وقد صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أكد أن العام الحالي يعد محوريا لتنفيذ تعهدات الدول الأطراف ببنود اتفاق باريس لتغير المناخ الذي وضع أسس
الرؤساء التعامل الجماعي مع التحديات المتعلقة بتغيير المناخ في المرحلة المقبلة. هذا وقد أعربت باتريسيا إسبينوزا عن تقديرها للدور الإيجابي والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر سواء في المفاوضات الدولية الخاصة بتغير المناخ أو من أجل تعزيز العمل المشترك بالقارة الأفريقية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ. أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن التوسع في قامة مشروعات صناعية مختلفة سيسهم في توفير مزيد من فرص العمل. جاء هذا خلال لقاء إسماعيل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار، حيث استعرض الأخير جهود الوزارة لإقامة مشروعات صناعية من خلال نقل وتوطين وتنمية التكنولوجيا في مجالات عدة، فضلا عن بحث الإمكانية التوسع في قامة المجمعات التنموية لصناعة الأجهزة المنزلية ذات الجودة والسعر المناسبين للمواطنين. وقد وجه رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتوفير الدعم اللازم لشبكتي الطرق والصرف الصحي لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء هذا خلال لقاء إسماعيل محافظ بورسعيد عادل الغضبان، حيث استعرض الأخير الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة. وقد استعرض الغضبان استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي باعتبار بورسعيد أول محافظة تشهد تطبيق المنظومة الجديدة. أصبحت لعبة الحوت الأزرق حديث مواقع التواصل الاجتماعي والأكثر بحثا على الإنترنت، خاصة بعد تسببها في وقوع عدد من حالات الانتحار، من أبرزها انتحار نجل عضو مجلس الشعب السابق البرلماني حمدي الفخراني. نستعرض في هذا التقرير تفاصيل حول هذه اللعبة. سلط حدث انتحار مراهق مصري الضوء على خطر لعبة الحوت الأزرق المنتشرة في العالم الافتراضي، والتي تسببت في انتحار المئات من المراهقين حول العالم. وعلى الرغم من التحذيرات الشديدة، فما زالت لعبة الحوت الأزرق وغيرها من الألعاب الإلكترونية توقع مزيدا من الضحايا. بدأت لعبة الحوت الأزرق في روسيا عام 2013 عبر الإنترنت، حين أسس فيليب بوتكين وهو طالب علم نفس مجموعة الموت، ما تسبب بانتحار نحو 16 مراهقا في بلده، وجاء اسمها لارتباطه بظاهرة الانتحار على الشواطئ. وبعد انكشاف أمره تم اعتقاله، وبرر جرمه بأنه يهدف إلى التخلص من النفايات البشرية. واللعبة الآن عبارة عن تطبيق يتم تحميله على أجهزة الهواتف الذكية، ويتألف من 50 تحديا، أولها نقش رمز F57 أو رسم الحوت الأزرق على الذراع بآلة حادة، وإرسال صورة اليد إلى المسؤول قبل أن تتولى المهمات في أوقات معينة، منها الاستيقاظ في أوقات متأخرة من الليل لمشاهدة فيلم رعب، أو البقاء طوال اليوم دون الحديث مع أحد. وبعد مراحل معينة يظهر شخص من فريق اللعبة للدردشة مع المتحدي ودفعه نفسيا للقيام بالمزيد من المهمات الخطرة، إلى أن يصل إلى مرحلة الانتحار طوعية عبر القفز من مبنى أو الطعن بسكين أو الشنق. تساؤلات وشكوك كثيرة تعتر المرء مع تنامي أثر الشبكة العنكبوتية وقدرتها على اقتياد الإنسان طوعية إلى حافة الموت. وإلى أي مدى ينصاع الشباب والمراهقون لمثل هذه الألعاب الإلكترونية؟ وما هي الدوافع النفسية والاجتماعية التي أودت بهم لذلك المصير؟ أسئلة كثيرة تتطلب حوارا مجتمعيا إذا ما أردنا أن ننقذ الأجيال القادمة من مخاطر التكنولوجيا القاتلة. إلى حضراتكم هذا البيان العام حول ما يحدث من انتهاكات ضد الفلسطينيين عبر السياج الحدودي، حيث أعربت مصر عن إدانتها لاستمرار استخدام العنف والقوى المفرطة من جانب السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية للأسبوع الثاني على التوالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ما أوقع حتى الآن 9 قتلى وما يزيد عن 1000 مصاب، من بينهم 48 طفلا وفقا لبيانات من وزارة الصحة الفلسطينية. أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها عن رفض مصر لاستخدام القوة وإزهاق أرواح مدنيين يشاركون في مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومطالبا المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن باقي الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية.
إذن مصر في بيان تدين باستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين العزل. وبهذا البيان ننهي معكم هذه الجولة الإخبارية. إليكم أهم العناوين. البابا تودروس يوجه التهنئة للمصريين بمناسبة عيد القيامة المجيد. روسيا تقول إن مسلحي جيش الإسلام أطاحوا بقادتهم الذين شاركوا في مفاوضات الخروج من دوما. والقوات التركية تتوغل في إقليم كردستان العراقي وتشرع في إنشاء مقار عسكرية. شكرا لكم وإلى ملتقى.